تم استضاف الأردن مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والتي تشهد كارثة إنسانية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل في القطاع منذ أكثر من 9 أشهر. ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من ملك الأردن عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة، قال إن سكان القطاع واجهوا الموت والدمار على مدى 8 أشهر، مبرزا أن كل مكان في غزة بات عرضة للدمار والمجاعة. على مدى 8 أشهر ودون توقف ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار اللذين فاقت درجتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من 20 عاما. شبح المجاعة يلوح في الأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما وستبقى آثارها لأجيال قادمة، وكل مكان في غزة عرضة للدمار. وشدد العاهل الأردني على ضرورة نشر عدد كامل من الشاحنات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بشكل يومي، مبرزا أن الممر البري هو الطريق الأكثر فعالية لتدفق هذه المساعدات. الممر البري هو الطريق الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة. هناك حاجة ماسة للموارد الدولية للتركيز على ذلك بشكل عاجل، ويجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي. وخلال كلمته في المؤتمر طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الحرب وإلزام إسرائيل بعدم استخدام التجويع ضد المدنيين، بأنها تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين على نحو فوري والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع. ثانيا، إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، ويلزمها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه من الضروري فتح جميع الطرق إلى غزة. كل الطرق إلى غزة يجب أن يتم فتحها وتيسير الوصول إليها، وأيضا الحفاظ على أمن الطرق البرية. أود أيضا أن أشجع وأثمن على كافة مستويات التنسيق لإيصال المساعدات إلى غزة كما هو ملتزم بقرار الأمم المتحدة 27/20. العمل أيضا على إعادة الإعمار والبناء وتوفير الدعم إيجاد الآليات التي تقوم بذلك. أنا أطلب الحكومات والشعوب عبر المنطقة والعالم لدعم ذلك. طلب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث بمزيد من الدعم لقطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات يجب أن توجه بشكل آمن ومنتج في القطاع. في الأمم المتحدة والدول والشركاء 2.5 مليار دولار هي بحاجة إلى الآن لتقديم المساعدة الفورية الآن، وهي قدمت من شهر 4 إلى شهر 9 في هذا المجال. وأيضا نحن بحاجة إلى المساعدة في المجال 400 مليون أيضا للمجالات التي بحاجة إليها للأدوية والطعام والغذاء والمساعدات الطبية، وأيضا إضافتها كلها للحاجات الإنسانية الملحة في غزة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، وحث الدول الأخرى على تقديم الأموال لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
الولايات المتحدة والعقود كانت أكبر الداعمين للفلسطينيين. اليوم أعلن تقديم 404 ملايين دولار على شكل مساعدات عاجلة، إضافة إلى 1,800,000,000 كدعم اقتصادي لفلسطين. كما علينا العمل سويا لضمان أن تصل المساعدات برا وبحرا وجوا. في السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريح أعقب مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة، قال إن إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب وقف العدوان الإسرائيلي على حد تعبيره، مشددا على ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية. موقفنا واضح، يجب أن يتوقف العدوان فورا، يجب أن تفتح جميع المعابر وتزال جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية، ويجب أن يكون هنالك جهد دولي حقيقي لحل جذر الصراع وهو الاحتلال، حتى لا تتكرر هذه المأساة. لن ينتهي الصراع ما لم ينتهي الاحتلال، هذه هي الحقيقة التي نريد للعالم كله أن يدركها وأن يعمل من أجل تحقيقها. وما نطرحه جميعا هو حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وللمزيد معنا الآن مباشرة من البحر الميت مراسلنا عرار أشلول. أهلا بك عرار. إذن طالما أننا نتحدث في سياق مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لقطاع غزة هنا، إذن لو نذكر بأهداف هذا المؤتمر إلى الآن. نعم رامي، بشكل عام هناك إجماع بين المشاركين والمتحدثين في هذا المؤتمر على حالة المؤتمر التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من جراء الأزمة الإنسانية الآخذة في التفاقم والتي لم تتوقف مع هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر. لذلك كانت هناك عديد اللجان التي تجتمع والتي تنبثق عن هذا المؤتمر، لجان عمل تضع الخطوط العريضة لضمان استجابة إنسانية عاجلة في قطاع غزة ودائمة ومستدامة، كذلك هذه من الخطوط العامة. أما الخطوط الرئيسية والأهداف الخمس الرئيسية التي حددها هذا المؤتمر بشكل رئيسي، ينضوي هذا المؤتمر تحت عنوان تحديد سبل استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أيضا التأكيد على التزام المجتمع الدولي باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. أيضا هناك تأكيدات على ضرورة تدفق المساعدات وضمان وصولها على نحو كاف ومستدام، إلى جانب أيضا نتحدث عن تحديد الاحتياجات اللوجستية والعملياتية في قطاع غزة، ناهيك عن طبعا المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية، هناك أنواع أخرى من المساعدات. وجرى الحديث اليوم في هذا المؤتمر عن ضرورة تحقيق التعافي المبكر، هناك أنواع أخرى مثل التعليم الذي شهد في الفترة الماضية غياب وانعدام هذا التعليم عن الأطفال وعن النشء في قطاع غزة. نتحدث عن قطاعات الصحة، نتحدث عن البنية التحتية والتي كانت خطا عريضا من خطوط المحادثات لهذا اليوم، كانت هناك إشارات لعدد من الحقائق أمام البنى التحتية. الحديث يجري عن أن 55% من البنى التحتية في قطاع غزة مدمرة، وأن عملية إعادة بناء هذه البنية التحتية ستستغرق أعوام عدة. مثلا لو تحدثنا عن أن هناك بدء في بالإعمار قريب وبوتيرة تسير كما كانت عليه ما بين الحربين السابقتين في قطاع غزة، فإننا نحتاج إلى حوالي 80 عاما ليتم إعمار قطاع غزة. هذا لو تحدثنا عن أن العام الواحد سيشهد بناء 992 منزلا. أما في حال مثلا لو سمحت إسرائيل وتعاونت مع المجتمع الدولي لغاية ضمان تدفق مواد البناء اللازمة بما بخمسة أضعاف مما كانت عليه قبل هذه الحرب، فإن هذا الأمر سيستغرق حتى العام 2040 لإعادة بناء قطاع غزة. بالتالي نتحدث عن قطاع مدمر بالكامل، ناهيك عن موجات النزوح التي حصلت في رفح لوحدها
مدينة رفح التي شهدت هجرة أكثر من مليون فلسطيني، وكذلك قطاع غزة. نحن نتحدث أيضا كما يتحدث المشاركون هذا اليوم عن أن حوالي 2,300,000 فلسطيني في قطاع غزة مهددون بالجوع، عمليا واجهوا الجوع ويواجهونه اليوم 1,100,000 غزي وفق غزي وفق التقديرات الأممية. رامي، نعم، شكرا جزيلا لك عرار على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من البحر الميت مراسلنا عرار الشلول.